إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يخاف على أمته، يخاف على أمته من الضر والشر وما قد يفسد عليهم عقيدتهم ودينهم وأخلاقهم، خصوصا في علاقتهم مع الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على نصح أمته وهداية أمته، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. هذا أمر يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. معنى الرياء أن يعمل الإنسان عملا فيزينه للناس، يصلي يزين صلاته من أجل الناس، يحج من أجل أن يقال عنه أنه حاج وحج، يقرأ القرآن يزين قراءته للناس، يتصدق من أجل أن يقال إنه جواد كريم سخي. فهذا هو الرياء. والمسلم إذا عمل عملا عليه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لا رياء ولا سمعة. ففي الحديث أن الذي يرائي الناس في يوم القيامة لا يجد أي حسنات عنده، مجموعة من الناس يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، مع أنهم صلوا وصاموا، فيسألون الله: أين أجرنا وأين حسناتنا؟ فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم، تصلون من أجلهم، تصومون من أجلهم، تتصدقون من أجلهم، فيذهبون إليهم ولا يجدون جزاء، ولا يجدون ولو حسنة واحدة. ذلك العمل ينبغي أن يكون لله عز وجل. إذن هذا مما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الأمر الثاني مما كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي وعليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، بمعنى أنه يتحدث بالإسلام، يتحدث بالدين، يتحدث بالقرآن، يتحدث بالسنة، ولكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من هؤلاء، له طلاقة في اللسان وكلام في اللسان، فيحسبه الناس على أنه من أهل الخير ومن أهل الله، ما دام يتحدث بالقرآن، يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل الخير، ولكنه منافق، يظهر ذلك للناس فقط، يغطي على دنياه ومصالحه ومنافعه بالدين، يتستر من وراء الدين، يلبس لباس الدين من أجل الوصول إلى هدف معين،
ومصلحة معينة ومنفعة. فالدين اتخذه قنطرة سبيلا للوصول إلى غايته وإلى هدفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من هذا، إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. الأمر الثالث أو الصفة الثالثة يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. الزنا فاحشة مقيتة يبغضها الإسلام وحرمها الإسلام، لأن فيها اختلاط الأنساب. فالأسرة يجب أن تكون طاهرة نقية عفيفة. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والشهوة الخفية في الكلام مع النساء في حديث التي تهيج الشهوة، فكل ما يهيج شهوة الإنسان فهو منهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل خاف على أمته من ذلك، وخصوصا في زماننا هذا زمان الهاتف وزمان كثرت فيه المغريات والشهوات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما يخاف وخاف منه على أمته، إن أخوف ما أخاف على أمتي رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردئا للإسلام، يعني عونا للإسلام حفظ القرآن ويعين في دين الله عز وجل، ثم انسلخ منه وأعرض عنه، ثم قال وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فهذا قرأ القرآن، ليس معناه أنه حفظ القرآن فقط، أي كل من علم القرآن وعرف القرآن وعرف دين الله عز وجل ثم تركه وراء ظهره بعد أن عرف الدين، بعد أن عرف الحق، بعد أن عرف القرآن، بعد أن فهم القرآن، فكان ردءا للإسلام، عونا للإسلام، ربما يحدث الناس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من قوم لوط، من قوم لوط. فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في وقت لم يكن فيه هذا الفعل الشنيع وهذا القبح وهذه الفعل والجرم الذي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في عهد التابعين ولم يكن، ولكن في هذا الزمان كثر بشكل مخزي. في البشرية الآن صارت يعني تتعاطى لهذه الفاحشة التي لم يتعاطها الحيوان، بل الدول المتقدمة الآن تظن نفسها متقدمة في الهوى وجهنم، أنهم قننوا اللواط، فاحشة اللواط. دول أوروبية يتزوج الرجل مثل ما يتزوج المرأة والعياذ بالله، وهذه علامة الخسف والمسخ والقذف والزلازل، لأن الله لن يترك البشر على هذا الحال أبدا. فلا بد أن يأتي العقاب من الله عز وجل، لأن الله يمهل ولا يهمل. الله من صفاته أنه يؤخر، لماذا؟ لأن الله عز وجل صبور، الله عز وجل صبور.
ولكن إذا أخذ الإنسان وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم مما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه على أمته الدنيا، زهرة الدنيا وزينتها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاف على أمته من الفقر، لأن الفقر له علاج، له علاج، عنده الصبر، يأكل الواجد أو غطى الفقرة وستر الفقرة. الصحابة رضوان الله تعالى كان واحد يأكل التمرة والماء هو شبعان شبعان، ولكن اللي كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي وهو الغنى. حينما يكثر الغنى ماذا يكون؟ الغنى يحدث وينتج عنه طغيان، تكبر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. قارون باش طغى؟ ما كانش عنده الملك، ما كانش عنده السلطة. قارون طغى بالمال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. هذا الإنسان اللي ما يزكيش، علاش ما كيزكيش؟ لأنه طغى بماله، إما أنه الطغيان في نفسه، وإما أنه الطغيان بأنه لا يزكي ولا يؤدي حق الله عز وجل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته منه. كذلك مما ينتج عن المال تنافس، تنافس، وهذا زمانه. فلان دار الدار مزيان حطينا ندير الدار، فلان دار كذا حطينا ندير مشروع كذا، فلان دار السيارة مزيانة حطينا ندير، وخا نسرق وخا ناكل رشوة وخا نظلم وخا نتعدى وخا نخدم مخدرات وخا كذا تعاطى وخا نبيع المحرمات، المهم خصني حطينا نوصل وندير لاباس عليا. هاي وقع التنافس. لما كيوقع التنافس كيوقع البغض والحسد، ولما يوقع البغض والحسد كيوقع الهلاك والاقتتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنخافش عليكم من الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، تفتح لكم الدنيا أبواب الرزق، أبواب الخير، أبواب التجارة، أبواب العمل، أبواب كذا. كان الواحد ما خدام ما ردام، عنده واحد النعالة، واحد السروال كيبدلو، ولا واحد جلابة يبدلها على طول. حتى هو صار يخدم وصار عنده الفلوس، الحساب في البنك، في المصريف، عنده السيارة. لما تذكروا تقول له كنت فقير؟ لا، ما عمرو انا كنت فقير، الحمد لله عشت في الخير من صغري، ما فات عليا حتى شي حاجه. ينسى تاريخه، ينسى تاريخه. حتى قارون لما كان يتكلموا معاه يقول له يا قارون ماشي انت كنت فقير؟ يا قارون ماشي ما كانش عندك الفلوس وعطى لك الله الفلوس؟ اودي واش من هالشيء كتقولوا؟ انما اوتيته على علم عندي، انما اوتي. اودي توب الى الله واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المسرف. قال انما اوتيته على علم عندي، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم مجرمون. يلبس لك اللباس، دار لك الخيل، الخيول ركب عليها، بحال ان الانسان يركب في السياره مداش ويفوت على المسكين ويبقى يشوف فيه الشوفه العوجه. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصبر. فخسفنا به
وبداره الأرض. المال مشى، الدار مشى، البلاد مشات، كنوز مشى، مازال لحد الآن يغوص في الأرض، يخسف الله به الأرض، يهود في الأرض في عذاب الله. وفين الفلوس ديالك يا قارون؟ وفين الكنوز ديالك يا قارون؟ كل شيء مشى. ولذلك الإنسان ينتبه، ما تلعبش عليه الدنيا وما تغروش الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أملوا وأبشروا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يخاف الإنسان على نفسه وعلى دينه وعلى عقيدته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته. الناس كيقولوا اللي خاف سلم. ما معنى اللي خاف سلم؟ من خاف سالم من العواقب، سالم من العقاب الله، سالم من عذاب الله عز وجل. إنسان يخاف على نفسه، يخاف على عقيدته، يخاف على دينه، ويخاف على أمته. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخاف على أمته فإنما يريد لهم الأمان، لأن ضد الخوف ماذا؟ ضد الخوف هو الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن تكون في أمان في الدنيا وفي الآخرة، لأن الخوف الدنيوي سيزول، ولكن أقبح الخوف وأشنع الخوف وأعظم الخوف هو خوف الآخرة، لأن الخوف الآخرة كيبقى دائما لا يزول. في الدنيا قد تخاف نهار، عام، سنتين، ثلاثة سنوات تخاف ولكن يزول، ولكن الخوف الآخرة كيبقى دائما. لذا الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. لأن في الدنيا كنخافوا من الدنيا، نخافوا من الفقر، نخافوا من المستقبل، نخافوا من البشر، نخافوا من الظلم، نخافوا من الجن، نخافوا من السحر، نخافوا أشياء كنخافوا منها في الدنيا. ولكن في الآخرة كان غير الله عز وجل هو اللي كيحكم، هو اللي ينفع، هو اللي يضر. إذا أمنك الله وجعلك في أمان فأنت في أمان، لا تخاف من أحد. ولكن في الدنيا إذا أردت الأمان ففر إلى الله، هرب لله. إذا بغيت الأمان هرب لله. البشر إذا هربت عنده ما عمرك تخرج من الخوف، دائما تعيش الخوف. ولكن الله عز وجل إذا هربت عنده يؤمنك. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا، اهربوا إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين.